اهلا وسهلا فيكم من جديد، معاكم احمد عيساوي. انا قناتي على اليوتيوب بلشت بسلسله اسمها المناطق السياحيه والشعبيه في الامارات. راح اركز هاي الايام على مدينه ابو ظبي كوني انا سكان مدينه ابو ظبي، وتمام فراح احكي برضو عن العروض الموجوده في مدينه ابو ظبي، المناطق السياحيه والشعبيه فيها، وبرضو عن الخصومات الموجوده في هذه المدينه. بعض الناس حتى اللي ساكنين في مدينه ابو ظبي بيعرفوا عنها بس مش الكل، تمام؟ فراح نحكي عنها وتفيد الناس ان شاء الله، حتى الشباب او العائلات واستفيدوا من هاي الخصومات الموجوده في مدينه ابو ظبي، وبرضه الايام المعينه للخصومات، تمام؟ في موضوع ثاني برضه، في اصدقاء لي وحتى قرايب لي تواصلوا معي من الاردن، من فلسطين، من بلاد المغرب العربي، من مصر، تواصلوا بخصوص انه حابين يجوا يزوروا الامارات كسياحه او كشغل يعني. فبيسألوني بعض الأسئلة، إنه إمتى أحمد ممكن نزور الإمارات، الشهر المناسب، كيف الإجراءات، كيف الشروط، القوانين. فأنا برضو راح أحكي في سلسلة جديدة إن شاء الله عن هاي المواضيع كلها، إمتى تقدروا تيجوا على الإمارات، الأحسن أيام ممكن تيجوا تزوروا الإمارات كسياحة أو كشغل، دوروا على فرص عمل، أوكي، شو الإجراءات المطلوبة، الفيز، أنواع الفيز، وممكن تيجي شهرين، ثلاثة، ممكن 6 أشهر تمدد. رح نحكي هاي المواضيع كلها، وبرضه الفرص المطلوبة في الإمارات وأبو ظبي، ورح نحكي عن هاي المواضيع كتير. اللي حاب يتواصل معي يكتب لي ملاحظات على القناة تبعتي أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيه، أو يعني خصوصا الواتساب اللي بيعرف رقمي، أوكي، ورح أفيده إن شاء الله قدر المستطاع وقدر المعلومات اللي أنا بعرف عنها، رح أجاوبك عنها طبعا. تحياتي لكم، نهاركم سعيد.